وإياكم بالحلقة 22. ومثلنا المثل بيقول قالوا للعاطل صير منيح، قال لهم بيصير إلي اسمين. حلوة هيدي. وهلا النكتة مين حيقولها يا أسعد؟ شكور. قول يا شكور. أنا بقول لك عن البخيل شكور. أيوة. بسأل منك أسعد ها؟ لا لا لا. واحد ببيع تياب، يعني تاجر عنده محل لتياب الرجالي. أنت. طيب ماشي الحال، وإجا زبون مثل حرطة شاف هيك بدلة رجالية عجبته. قال له لك يا شكري قديش حق هالبدلة نقدي؟ قال له هيدي نقدي حقها 100 دولار. قال له بالتقسيط؟ قال له 150 دولار، والدفعة الأولى 100 والباقي تقسيط على شهرين. نيها إيه؟ يلا يا مشكيح. يلا. هالنعم وعلى هذا يا مشكيح. نعم. إذا قلبك عقلبي صار قاضي وصدر حكمه وعقلبي كان قاضي إذا قلبك عقلبي صار قاضي وصدر حكمه وعقلبي كان قاضي اوف اوف القاضي بالهوى رح عود قاضي العدل ما بيقبل يفرق احباب عالبساطة البساطة ويا عيني عالبساطة عالبساطة البساطة ويا عيني عالبساطة انتش مستحلي عيد جنبك يا والدراوي رديني خبز الزيتون وتعشيني بطاطا عم يحلم قلبي برجال كبران ودرويش الحال عم يحلم قلبي برجال كبران ودرويش الحال عمرني اوضه صغيري ما فيها غير حصيري عمرني اوضه صغيري ما فيها غير حصيري برضى عيش انا وياك انت لام زهره يلي كنا نطلع نصيف عندكم بضيعه حش بالليل لك يا اهلا وسهلا شو هذا لك يا زهره ما عرفتك كبراني وحلياني وصايره عروس يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اشتقنا لك يا ابو سليم ونحن بالاكثر كيفكم شو عاملين اليوم شو عامله امك شو عامله انت الماما ناظره مدرسه وانا عم بشتغل بالتمثيل تمثلي علينا وتعملي لنا مشاكل كنتي لو ما طلعنا اهل وطلعنا ناس بنعرف بعضنا شو كان صار فينا ولو يا ابو سليم انا منمثل عليك شو نسينا وقت توفى المرحوم البابا شو ساعدتنا وشو عملت لنا بالجبل ولو هذا واجب علينا ما كنتوا جيران ونحن الله موصى بالجار ابو سليم لازم خبرك شيء يلي بدك تخبريني اياه انا عارفه اللي بدك تخبريه مشي معي لعند نظيره مرتي واحكي لي على كل شيء شو عمل خيك وهل محتال فهمان واسعد شو ناويين يعملها وساعتها بكون انا ممنوني على راسي يلا تفضلي مشكيح نعم خليك انت هون انا واصل مشوار انا وزارة. يا نظيره بدي اقول لك شيء بس متى تبريم وجهه تخيك شكري ليش ايش بخيي شكري عميل عبلابي منه نظيفه بشو عم بيلعن؟ عم بحاول يوقع بينك وبين خيي ابو سليم شو هالحكي هيدا؟ هيدا اللي عم بصير انا علي نبهتك وانت حره تفضلي تفضلي مرحبا يا اهلا ما تواخذيني ما تواخذيني ما كنت عرفتك مرته لابو سليم انت ما تواخذيني انا مني مرته لابو سليم حضرتها بتكون مرته حضرتها سعدية أختها سعدية حضرتها بتكون زهرة بنت أم زهرة اللي كانوا يطلعوا صيفوا عنا من زمان وتوفى والدهم وبوقت عملنا مشكل طويل عريض بوقتها سعدية؟ كيف ما عرفتيك؟ إيه زهرة زهرة مزبوط وأنا أقول هالوش ما شايفته لك شو شكون أنتو هالثلاثة نازلين حكي فهموني شو عم بيصير
لحتفهمي كلا زهرة زهرة فهمية لحرمنا المصون شو عم يعمل خيا شكري وفهمان بهالقصة كلها. الحقيقة اجا لعندي فهمان واخدني عند شكري قالوا لي في دور بدك تمثليه وقلك عليه 500,000 ليرة. دار؟ دار شو؟ انه اجي لهون وقول اني مرته لابو سليم وعندي منه ولد. مرت ابو سليم هيك لكن خي شكري بده يخرب بيتي؟ طبعا بده يخرب بيتك، ما عم تطالبيه ب 21 مليون وبدك حصتك وبدك تطوب لك نص البنايه، معلوم؟ قال لك بخرب لي بيتي، بركي بيطلقوا بعضه، بتقوم بترجع لعندي، لا بتعود بتطالبني ب 21 مليون ولا بتعود شاب، بتقعد عندي بالبيت وبتخدمني مشان ترجعي تخدمي، هيدي كل القصة. لك يا ابو سليم بعد في اخوة هيك بهالزمان؟ الدنيا مليانة اوادم واشرار ومناحيس وملاعين وشياطين، الدنيا ما بتخلق. طيب وشو العمل هلا؟ العمل لازم نفكر بطريقة. قال شو؟ لهل يا محتال يا شكري له. قال من حفر حفرة وقع فيها. بدي وقعوا بهالجورة لشكري أنا. ايه شو يا شو بهاي؟ طولوا بالكن علي، تركوني فكر بخطة نوقعوا فيها هو وهالمجموعة اللي ماشي معه فهمان ورطه. صح. مين أنا حكيت مع أختي وكل شي حاولت أسأله، في شي بينك وبين أبو سليم؟ في صار مشكل؟ حصل شي يا أختي؟ قولي لي إذا بدك شي لساعدك. ما قالت لي شي. لك يا فهمان ما تكون هيدي الممثل اللي بعتوها لعندي عم تكذب عليكم وما روحت. لك كيف ما لاحظت؟ انا اخذتها بايدي على البيت وضقت لها على الباب، فتحوا لها الباب، فاتت امنت عليها ولحقت. كلمتين مختصرين، هيدا ما بيهمني، هلا شو بدنا نعمل؟ طول بالك ما عم نفكر. مرحبا. اهلا اهلا وسهلا. لا اهلا ولا سهلا، على طول قولي لي شو عملتي خبريني. رحت على بيت ابو سليم. فتحت لي الباب ست. فتت. قالت لي شو بدي؟ خبرتها كل شيء. حلو. شو هالحكي؟ شو هالحكي هذا؟ شو حلو؟ الله لا يحلي لا ايامك ولا ايامك. انا حكيت مع اختي قال ما في شيء وما خبرتني شيء ولا مع خبر هالسيره كلها اللي عم تحكيها. ليش في حدا بالبيت غير مرته؟ ايه في اخته تعديه. ما تكوني هلا كلمتين، انت لما رحتي على بيت اختي سالتيها اللي حكيتي معها ان كان مرته ولا لا؟ لشو بدي اسالها؟ اذا كان هي اللي فتحت لي البيت. تطوروا بيه. انا بدي اسالك سؤال محدد، هالست اللي حكيتي معي لهجتك حديثه حكيه بيشبه حكي شكلك؟ لا بتحكي عادي، بس بتذكر وقت كنت عم بحكي معها كانت عم تطلع شمال ويمين كانه ما بدها حدا يسمع ابدا. هيدي سعديه. ها قولوا هيك من الاول. عم قول ليش نظيره ما معها خبر؟ شفت وضحت الصوره. هلا وضحت. هلا وضحت. لك شو انا جايب معي هالفلته مشان يفكر؟ لا معلوم معلوم. طب هلا شو بدنا نعمل؟ هلا ايه اللي بدك تعمليه؟ ترجعي على بيت ابو سليم وقبل ما تحكي مع اي وحده بتساليه وبتتاكدي منها انها مرته لابو سليم وبتشرحي له القصة المتفق عليها كلها. يا تكلي من بعد عملك اسمح لي، هذا الموضوع غلط. انا بلاقي الليله بنروح انا وياه كلنا سوا يعني لعندهم وبنملأ مال الطليق وبنقعد لنا ربع ساعة وانتم بتضاوا. حلو، وانت واسعد شهود الطليق. طبعا نحن بس نروح لحنشهد قدام نظيره انه الست الموجودة قدامنا هي مرته لابو سليم. يا سلام. يلا نتوك. ايه نولي نتوك. شو بدي نولي؟ 50,000. شو 50,000؟ شو؟ ما اعطيناها 50,000. هديك عن هديك المرة، هالمرة بدها كمان 50؟ لا 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 لا، بكفي هلا 5,000 10,000 ليرة و 3,000 بدها 50,000، طالع كذا. بلاها. شو بلاها؟ ماشي ماشي حاعطيكي 50,000، بس يا جماعة فهموني، أنتوا بدكم تسرقوني ولا بدكم تساعدوني؟ لا يا شكرا لا. هودي القصة قصة 21 مليون أختك عم تطالبك فيهم ولو ويمكن أكثر. كل حكي يا تكلي. بيجي بيجي. زين انت. 50,000. امسكي هاي 50. ما في غيره في. تفضلي. ايه لا. هالمرة بدي 100,000. حقا يا تكلي. ماشي. تفضلي. ها 100,000 تكرم عينك.
والباقي ما بتقبضي الا حتى يتم الطلاق. ايه بس بيكون باقي 400,000. ونحن بدنا نقبض نحن؟ حاضر. اتكلي؟ نعم. ناوي انا نطلب انا وقفعت كل واحد 100,000. شو 100,000؟ 300,000. يا عمي حرام. يا جماعة أنا صديقكم، أنتوا هيك عم تشلحوني، عم تنهبوني، عم تسرقوني. وعلى شكرا، فلت عينك هدول. نحن جماعة منحمل ضميرنا رح نخرب بيت الزلمة. لكن لا 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 ما نعرف بدنا الشباب. غلط غلط غلط. لهيدا أخونا الربيانيين اللي احنا وياه اللي خدمونا. صح صح. لك سنين طويلة يا ابني. خيانة عظمى هيدي. ناوي ناوي ناوي. شو بدي؟ نوال. شبه نوال؟ ولك نوال يعني نوال مطالي. هيدي هي نوال صورة مصر. نعم. حاضر بلا شوف شوفي. شو؟ اليوم بدهم يعملوا لي زيارة على البيت؟ بخصوص؟ ها؟ مين بده يجي؟ شكري وفهمان وأسعد. ايه فهمت 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 فهمت. ايوه حتى يشهدوا على المشكله اللي حيصير وعلى الطلاق. ايه طيب انا ممنون كثير يا زهره، الحقيقه انت بنت اصل. انا بشكر ربي اللي الله بعت لي اياكي، انت كنتي بهالشغله والا كان اخترب بيتنا مزبوط، بس الله عم يطلع بوشي. سبحانك يا رب، بشكرك يا رب. انت الله معك. من هي هيدي اللي عم تحكي مع ابو سليم تشكرها هالقد؟ من هي؟ وحدي. لا شو دخلك بالشغله؟ كيف شو دخلني؟ لتكون هيدي مرتك الثانيه يا ابو سليم. ها مرتي الثانيه وانت حتطلع علي صيت مرتك الثانيه؟ منين جايب لي هالقصه؟ ها وكل العالم مطبول الدنيا انك مجوز وحده ثانيه ولو يا ابو سليم. ها مين اللي قال لك انت؟ خبرني فهمان. انا فهمان. مرحبا يا ابو سليم. مرحبا ابو سليم. ولك اهلا بالاعتقاء. اهلا بالاعتقاء. تودي يعني هيدي لما الواحد بيشوف واحد صاحبه وصديقه. أيوة. بيقول له اهلا بالصاحب اهلا بالصديق. إيه. بس هيدي الاعتقاء. أيوة. يعني ها اعلى من الاصدقاء. فما يعني لما تكون صديق مهم كتير بصير له اعتقاء شغله كبيره. ايوه منو فهمان في هذا الاهبل. نحن الحقيقه يا ابو سليم زين وقت خير. انتوا طول عمركم تشعبوا الخير. تفضل احكيها. تفضل. يلا. عن شو بدي احكي؟ عن الموضوع. اي موضوع؟ موضوع تكلي والزمان. ايه طبعا. يا سيد ابو سليم. هو الحقيقه السيد شكري زعلان ومتاثر من حوله كثير. مسكين. انه بهالشهر الفضيل مرق كذا يوم. تفضل كمل. وما عم يقدر ينام ولا عم يقدر يرتاح، انه اخته وصهره والحبيبه ضلي زعلانين منه وصبته تساوي. تفضل تفضل. بقى اتفق انه يحكي معني مشان نعمل هالصلحة بينه وبينك. كمل. مشان هيك عم يفكر السيد شكري اذا كان بتسمح يعني. أيوة. ليفضي وقته ويجي لعند خاطلك مثل على الافطار يعني. تفضل. بتحب نجي قبل الافطار بعد الافطار بيسوى؟ لا 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 على الافطار. على الافطار. الافطار اضبط. بنقعد كلنا قعده عائليه. مزبوط. ناكل ونتبحبح. ايوه ونحكي بالموضوع. ايوه 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 ايوه. شوف يا ابني انت وياه وشكري بتفهموا. نعم. اذا بده يشرف يجي بيجي بعد الافطار والساعه 7، لانه قبل الافطار انا ماني عامل حساب حدا بده يجي يفطر عندي اليوم. بتأمل. طالع يا ابو سليم. ايوه. بتأمل منا شيء؟ لا سلامتكم. بخاطري. مع السلامه يا احلى اعتقاء. تفضل يا فاضل. الله يزيد فضلك. شكرا. بقى الله ما يا رسيم. كفي يا طب. بقى مع السلامه. شو ابو سليم عامل عزيمه؟ بعد الافطار بدهم يجوا يعملوا الصلحه ويركبوا القصه اللي انا عارفها واللي انا متحضر لهم الي. الله يعيني عليكم يا رب. شو في فيني؟ شو القاضي القاضي تعال وين وين وين؟ وطي صوتك. وطيني. شو في حدا على البين؟ لا جي وحدك. ايوه هيدي 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 مسجله. لا تو هيدي مسجله بس نروح كلنا على الاجتماع عند ابو سليم. بدي اياك تسجل لي كل شيء بالجلسه وخصوصا كلام هذا ابو سليم. فهمت علي؟ هيك بتعرف شغله؟ معلوم. انت عم تستعمل الطريقه الحديثه. انا بعرف هالامور.
المحامي قال لي يا شكري بدي إثبات شرعي وقانوني ضد خصمك أبو سليم. هيدي هيدي إيد بإيد هيدي إيد بإيد. وأين الساعة رح تصلي يا تقلي؟ خلينا نكون كلنا هنيك الساعة 7. لعيونك 7 إلا حتى نكون ناطرين. الله يرضى عليكم تقلي. أعطينا نشوف شو بدي أعطي. دفع الحتاج. أي دفعة؟ شو هي دفعة؟ ليش خلصنا المهمة الأمبوسيبل هيدي حتى نعطيك؟ يا تكلي عدنك عم تنتهي أنت؟ لحنا يا تكلي عم نبيع قلبنا؟ عم نبيع دم قلبنا لحنا؟ هذا أخونا هذا أبو سليم لبنانيين لحنا وياه؟ يا تبو تفتكر الضمير أنت شغلة كبيرة الضمير يا تكلي؟ بعرف الضمير اسألني أنت بلا ضمير ما ينفع؟ معلي بدك حقه؟ طبعاً قول هيك قد بدك؟ 200 ألف شو 200 ألف؟ عم ضمير طويل عليك ب 200 ألف غالي لا تكلي. لك يا حبيبي 10,000 بيمشي الحال هلا. وقع 10,000 هيك وقع زعلان وما بده يروح معي. لا لا اوعى هلا. وإذا بتعلف عليه بيحكي اوعى اوعى دخيلك. إيه بس هذا ضميره أكبر من ضميري. بده 400 ألف. هلا أسعد ضميره ب 400؟ طبعاً. يا أخي لها الضمائر غليانة بهالأيام. طب ما في غير الغيث لا تكلي. طيب بسيطة. عملت لك شوفني وني أوان. شيخ. أسعد عليته كثير تعبانة. لأمرك ولا لأمر أسعد؟ لا لأملي ما أنا وأسعد حل واحد. أسعد بيأمن غيلي. مبلغ وقدره؟ أيوة 900 ألف. 200 ألف. لا 800 ألف تقلي. 200 ألف. عجبك عجبك ما عجبك مع السلمة. شو؟ يلا منيح. شيك تقبضون على الصندوق. شكرا أنا تقلي سابق يعني. وقعت يا أبو سليم وقعت. قالوا الساعة 7، هلا 7 إلا 5، ما بقى إلا ها؟ شرفوا. يعطيكي العافية. يا أهلا وسهلا. الله معك. شرفت. مساء الخير. أهلا بيتك. أهلا بالشباب. أهلا مرحبا يا سهر. أهلا بالأعتقاء. أهلا بالأعتقاء. تفضلوا. اهلا يا سهر. بعدك زعلان مني؟ ولو يا سهر انت بينزعل منك ولو ما نحن اهل وانت شو بدك تحش لي بخلقتي. يعني الحقيقه يا اخ ابو سليم فكر الاخ شكري انه يعمل المصالحه ونسجلها لحتى تبقى ذكرى الى المستقبل لبلد الولد. ايوه هذه هي ذكرى. هيك مزبوط مزبوط. بدنا نسألك سؤال محدد يا أخ أبو سليم. يعني ليش زعلان أو مزعل ابن عمك الأخ الكريم شكري شكر الله؟ أنا مزعله أنا مزعله. حدا بيزعله ولا شكري؟ سألوه شو عامل له أنا لحتى زعلان؟ أنت أصيل الله يرضى عليك. أنا ما في شي بيني وبينه. يا فهمي إيه؟ صورة 7:30 وما أجي. مين بدك تجي؟ هي اجت 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 يا اهلا وسهلا. تفضلي. اهلا 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 ما حرفتوني. مين حضرة الست اللي اجت هلا؟ هلا بتعرف ملي يا ست ملي. انا جاي اشوف هالعائل هالآدمي يلي تركني انا وابني. ومين اللي تركك انت وابنك؟ هو بيعرف. مين يعني بيعرف؟ هو مين بيعرف؟ ابو سليم. ابو سليم جوز. ايه وعندي منه ولد اسمه نجيب. انا بشهد وانا بشهد. ابو سليم. ابو سليم مالك قليل يا ابو سليم. لا يا ابو سليم لا. وانت اللي بتعطينا دروس بالاخلاق وبالامثال والحكم. نظيره شقيقتي منك سامعه شو عم تقول الست على زوجك؟ هلا انت ضرتي يعني مرته لبعلي؟ اي نعم اي نعم. انت متأكدة انك متجوزة بعلي ابو سليم؟ متأكدة. وكنت بدي اجيب ابنه معي بس قلت حرام يشوف هالمنظر. يا اهلا وسهلا لك يا ميت مرحبا لك بالاحدان تقبريني يا درتي يا مرته لبعلي. يا اهلا يا اهلا فيك. اشتقت لك. لك بدي اقول لك ليش حضرتك ساكنه لوحدك؟ وين بدك ياني اسكن؟ ليتي من حد عبكره
بتجيبي عفشاتك وكلاكيشك وابنك اللي اسمه نجيب وبتقعدي هون معنا بتسكني معنا. نعم تكري. نعم انت سامع اللي انا سامعه يا لك يا نظيرة يا حبيبتي يا اختي يا روحي؟ معقول اللي عم نسمعه؟ زوجك ابو سليم مزوج الست وعنده ولد اسمه نجيب وانت رضياني وبدك تسكنيها معك هون بالبيت؟ ليش حضرتك زعلان؟ طالما هو راضي انا بكون مبسوطه بدي ريحته. يا حبيبي يا ابو سليم ليش ما قلت لي انك مجوز؟ يا انا خفت ما تزعلي قلت بعدين ببقى فاتحك بالموضوع بعدين. هيدا ابو سليم بده يكون عامل لي عمل سحري. لك يا أصعب يا تقلي. نعم هيدي أول امرأة في العالم ما بتزعل إنه زوجة تزوج عليها. معقولة؟ شو لك هيدا؟ يا شكري يا شكري. نعم معقولة معقولة أنت تخرب بيت أختك وتخرب الدنيا كلها مشان مصلحتك؟ معقولة ولك يقطع المصريات ويقطع كل شيء بالدنيا؟ في احلى من الاهل يكونوا مع بعضهم وحابين بعضهم؟ ليش هيك عم تعمل؟ ما 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 انا ما دخلني ما لي علاقه بالقصه كلها، كل القصه ما لي علاقه فيها. ما دخلك اوعها، ما انت اعطيتنا مصورك لنجي نشهد انه هالست هي بتكون مرته لابو سليم. تمام يا عيب تقوم عليك يا تكلي. لحنا اهل الثلاث، اهل الوجدان، اهل الضميل، كل الناس بتعلفنا وبتعلف معدننا الطافي. بدك تغطسنا هالغطسة هيدي العاطلة يا تكلي؟ تفو عليك تواطي، تفو عليك يا تكلي توترنا وسمي. يا عيب التوم، يا عيب التوم بس. شكرا. تيك، لا تاخذنا يا اخي يا وصلي. من الاحلي هيدي انا؟ نحن غلطانين. لك ولا لا الي. نحن غلطانين يا سيد اوصلي. قوم يا اخي. يلا قوم. يا عيب التوم عليك يا تكلي. تفو عليك. راح نرفع يقطعك ويقطع سيادتك. بدك تزعلنا انا وابو سليم مثل الاخوه نحن. تفو عليك. ولك روح البلي يسترك سطر انت التاني كمان. خطكم. لا تواخذنا يا ابو سليم. سامحني يا ابو سليم، سامحني انا اخطات. هاك بدك يا شكري، هاك بدك تدخل الناس فينا وتشمت العدا فينا؟ معلش يا ابو سليم غلطه، الانسان بيغلط وانا غلطت بحقكم يا ابو سليم يا ابو سليم. انا ما دخلنا، انا مسامحك، خلي اختك هي اذا بتسامحك احكي معي. انا من حد عبكره بدي الواحدة وعشرين مليون نينا يكونوا عندي. 21 مليون يا نينا. اختي نعم على راسي. هادي ايوه فهمت يا شكري. فهمت. تعرف هلا انت شو بيطبق عليك المثل في امثال كثيره؟ الطمع ضر ما نفع، الانسان ما بيكون مزبوط الا اذا مشي دغري. بس انت في مثل بيقول كثير عليك مساقه، بتعرف شو هو؟ شو هو؟ قالوا قالوا للعاقل صير منيح. للعاقل ولا للعاطل؟ معلوم. شو بيقولوا؟ قالوا للعاطل صير منيح، قال لهم بيصير إلي اسمان. أبطال حكم وأمثال. بترككم مشاهدينا هلا مع اجواء حلوه برفقه ابو سليم وفرقته، مثل جديد شعبي بنشوف سوا القصه الملائمه عليه مع ابو سليم وفرقته. يسعد لي هالمساء واهلا وسهلا فيكم الى برنامجنا وبرنامجكم حكم وامثال. اليوم حلقتنا 23 والمثل بيقول قال القوم اللي تعاونوا ما انضاموا ابدا. حلو حلو حلو. واحد قالوا للثاني ايه؟ قال له حضرتك متزوج؟ قال له طبعا متزوج. قال له مين هي زوجتك؟ قال له مره. قال له بعرف مره، لكن في حدا بيتزوج رجال؟ قال له في اختي متزوجه رجال. نعم 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 يا مشكاح المشاكيح. نعم بابوري رايح رايح بابوري جاي بابوري محمد بابوري رايح رايح بابوري جاي بابوري
بابوري محمس سكر وشاي. الله عشل يا بابوري على دكة قلبي لف ودور. الله عشل يا بابوري على دكة قلبي لف ودور. بيني وبينه سبع بحور وقفت على عم أهلك روح. يا وسليم ما بقى فيني اتحمل وجع، ما بقى فيني. شو اللي عم يوجعك؟ ظهرك، اجراك، ايديك، شو؟ لك شو هو اللي ما عم يوجعني؟ انفاصلي، ظهري، اجري، ايدي، راسي. الله يصلحك، قوم روح عند الحكيم. رحت عند الحكيم، قال لي لازم ترتاح. طيب يا خي وارتاح. يا ابو سليم، اذا انا ارتحت مين بده يصحي الناس على السحور؟ قل لي مين؟ لك يا جميل، بعد في حدا بيصحى عالطبلة عالسحور؟ ما الناس كلها عند اللي عنده منبه بفيق عليه، يلي بيصر عالتلفزيون، يلي بيصر عالاذاعه، يلي بيروح بيصر عند ناس، بقى حدا يفيق على الطبيله بقى ما بطلت خلصنا منه. شو اشبك يا ابو سليم؟ هيدي عادات وتقاليد رمضانيه ما بدنا نبطلها. طيب يا سيدي ما تبطلها، شو بتعمل بهيك حاله؟ ما بعرف، انا بعرف كيف الله بيدبرها. الله معكم. اسعد كيف تعال لك؟ شو رايك اسعد تخليه هو يسحر عنك؟ ما عندي مانع، ومستعد ادفع له على كل طلعه 10000 ليره. بس اسعد بيعرف اهل الحي كلهم؟ ولك يا خي اللي بيعرفهم وبيعرفهم، واللي ما بيعرفهم تكتب له اسمهم على ورقه. انا بقرا منيح. عال حاعطيك انا على كل طلعه 10000. ناوي بكره بس نلم العيديه اخر الشهر. ابو سليم كفيلهم انت؟ ولك شو اشبك يا اسعد؟ عمالك شبهك شو صار لك؟ ولو يا اسعد انا بنحكى معي هالحكي عم تقول له انت كفيله؟ لا تواخذنا، شو بيقولوا لك؟ ايه بيقولوا بامرك وانا بشوف خاطرك. بامرك وانا بشوف خاطري. يا ما بتحب تروح لعندي على البيت تتعلم، ولا بروح لعندك على البيت بعلمك؟ عندي على البيت. يلا قول يا رب. هذا اسعد زهنه فتح اوين بتعلم. ايه انت ندلف على بعض النظام. ما جميل مسكين ما في بقى عم يقوم على السحور يصحي الناس، بقى اخذ اسعد يعلمه مشان هو يصحي عنه هالكام يوم. مريض مسكين. شبه لشبه كصفنا. لك كيف رحت عم بلاقي الشغلة يا لطيف يا لطيف؟ شو صار له هذا التاني كمان؟ هيك بيضربوا على الطبلة وضروري ندق على الطبلة. طبعا يا عمي منصرخ صريخ. لا هي اسعد ما بدنا نزعج العالم، هيدي بتضل انعم. ها يلا لشوف فرجيني كيف. هات لشوف. طب طب طب. ايوه طب. ايوه ما هيك؟ ايه. ها على انعم. ايه يعني ها. لك شو قصتك بين وبين؟ بين وشوي. ايه ما انت عم تقول لي انعم. يا خي انعم بس. إيه؟ مش انه ما تنسمع. ايه تكرم عيني. لا اسعد لا خليني انا يا خي، انا حرجع اشتغل، ما بصير هيك يا اسعد. لا بتنسمع. اخاف. طيب بضل احسن. يا نايم وحيد الدايم، قوموا على سحوركن، جاي رمضان يزوركن. سعيد افندي، سالم افندي، نعيم افندي، وحيد الله. هيدي هي جاي رمضان يزوركن. منيح ابو سليم افندى في عالسحور. ابو سليم افندى في عالسحور، احسن ما تصوم بلا سحور.
شو هالشغله؟ ابو سليم في عسحور قبل ما يجي رمضان يزورك. لك الله لا يعطيك عافيه. خير. لشو مفيقك هلا ومصحك على السحور؟ بعد باقي ثلاث ساعات للسحور. هو شغله في عنا عالم كثير بدنا نفيقها. إيه بدك تفيق؟ بتفيق قبل بثلاث ساعات يصير بدهم سحورتين. تنلحي طبعا. ان شاء الله فكرني انا مثل جميل افندك بيقول الاسم وبيمشى. انت بدك تتاكد انه فاق. ابدا. وبوقف على الباب تيفيق ويحكينا وقول له فقت. بيقول لي فقت بدل لي ميشا. لك لازم تبلش من بعد المغرب انت. شفت؟ انا بكره بدي بلش قبل هلي كمان. ايه يلا الله يساعدني. يلا صحيت؟ صحينا. خلاص خلاص بروح. تصبح على خير وانت من اهله. يلا شكلي هالشغلي. يا ابو سليم خليك صاحي. يا نايم وحد الدايم. وانت شو دخلك توحد الدايم؟ وانت شو دخلك تفرط فيا على السحور؟ ولو هذا ما بتقول تسلم وديت كتر خيرك فهمان عم تساعد هذا مجميل. ها مجميل كمان مجميل كلفه لاسعد يفيق له على السحور. انت شو دخلك؟ ما لحقت يا حرام لقيته ملوح قدره حالته حالي. قال لي يا فهمان ساعدني. قلت بساعده ومنتحي للعالم. قلنا التواب يا ابو سليم. يعني هلا انت بقى بدك تشفط المصريات؟ لا 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 لا, لا. انا اتفقت انا وزميل. هو بياخذ 22 يوم وانا بياخذ بس 8 ايام. بس بس فين هيك؟ بدك تضبط لنا الايديه. ها ايه ايه ان شاء الله. ايد مليح. بس يا فهمان ما مزبوطه. واحد بيروح من الباب وواحد بيجي من الشباك. اسعد هلا كان بالشباك وانت بالبيت. شو قصدك؟ لا انت بدك فيها اسعد من اول فرقه. بدك تحول على المضبوط. قال لي لا لي انا كنت وعيتك. قال لي عمرك تمام على الوقت. قال لي يا كريم. يلا الله الله يا دم له يا قتيلة تماني. بعرف كل شيء وشفت وسمعت واجى لعندي بالله. ابو سليم اهلا. مرحبا مرحبا. اهلا. نحل ليتك هون يا سيد جميل. خير ان شاء الله. شو في كمان يا مشكا؟ الحقيقه قالوا لي انك تعبان كثير. سلامه قلبك؟ قالوا مش عم فيك توقف. الحقيقة بالفعل امبارح كنت كتير تعبان بس اليوم الحمد لله أحسن. قلت أنا بصحي بالسحور عنك لأنه أنت تعبان وأنا ما بدي شي لوجه الله بس. لا 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 لا, لا, لا. أسعد عم يقوم بالواجب وأكتر. كمان أسعد وفهمان كمان. يا خي أسعد وفهمان صوتهم مش حلو بيزعجوا الناس. أنا صوتي حلو وبعرف كيف أفيقن للناس. يا نايم وحد الدايم بام 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 بام. الله كريم يا رمضان. شفت صوتي شو حلو؟ بعدين بدي فيقن على العود. لا 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 ديال جديدة. لا يا مشكا شو نحن بدنا نصحيهم. ما بدنا ننيمون. يعني هيدي عم تبهدلني لإلي انه انا صوتي مش حلو. انا ما جبت سيرة صوتك. شو لك انا عم بحكي انه انام لك هيدي الناعمة كتير على الاوتار. بدل ما الناس تصحى وصوت العود بتصير بدك تنيمون. ايه مزبوط معك حق. ليك شو رأيك بجيب طبل؟ لا 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 طبل. ايه. برد مرة ما الطبل صوته قوي كتير يا مشكا. لكن بجيب طبلة سحور صغيرة. ايه. وبيمشي. هلا بعدين بنشوفها. خليني ادرسها انا وبعدين برد عليك خبر. رح شوف حالي وبلش هير حالي من هلا واتمرن. اتكل على الله. يا نايم وحد الدايم. انا بعرف. شو كلهم بيعزوني. كلتهم بدهم مصاري يا ابو سليم. كلهم طمعانين بالمصاري. بس شو بدنا بيحترموك وبيقدروك. ايه بعرف بعرف بعرف. حقوم روح وانا في العالم على السحور واللي بده يجي من الله يا محلاه. يا الله قوة الا بالله. سنة فندى في السحور. عود لفندى في السحور. شما فندى في السحور. عود لفندى في السحور. مرتان عود لفندى. معلش عود لفندى في السحور. معقولة يا أسعد؟ معقولة هالحكي؟ صرعت لي راسي كل النهار حطت لها الطبل وعم بتخبط عليها. لا 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 اوعى تقولي خبي. قولي عم تعزف علي. عم تعزف؟ كيف؟ ولعبتين هالعزف من غير شك؟ لا اتمرن منيح. وين اللي منيش بتاع الشغلة؟ هيدي ما يا حرام جميلة فندى. اجراء عم يوجعوه. يعني صويبين اجراء عم يوجعوه كتير. يا حرام. ايه يا حرام. بقى عم ساعدوا فيا انا عم فيق الناس على السحور. وعم بتساعدوا لوجه الله؟ لا اللي حصة.
كل طلعه لي 10000. شو عم تحكي؟ والله ما قبضك؟ لا لاخر الشهر على العيد عيديه. اي سيارة سعد وقبض. روح روح على شغلك، خليني عم اعزوف. هنا افندى في السحور. شم افندى في السحور. حج في السحور. شو بيسموه هذا؟ تو هذا اللي عم تعملوه شو بيسموه؟ مفيق عطحون. هي بفيق عالسوق. انت عم تغني يا غزيل يا ابو العيبه. انا بعلم شو بيقولوا المهم عم عيط لحتى العالم تفيق. ولك يا خيي بدك فيق عالسوق؟ ايوه. ما معك ساعه؟ باقي ساعتين ونص لحتى العالم تتسحر. لشو جاي هلا تسحرون؟ يا ابو سليم سليم تفهمك، عنا ناس كتير بدنا نبلم عليهم، بدنا نفيقهم كلهم. وبعدين يا فهمان اليوم النهار قصير، ما بقى في ناس كتير ما عم تتصحى. طيب بسيطة، لا بتعلم لك خي فيها. أنا خلاص طلقت واي، افتح التلفزيون، احضر لك شي فيلم، تسلي حالك، تتصحل وبتنام. أحسن ما تنام بلا تحول. أيوة هيك معك حق. ولا ما عندك تحول؟ لا في سحور. في شو عاملين؟ ما عم بتسحر أنا. أنت ما عم بتسحر، مرتك ما بتتصحر؟ لا. يعني ما عندكم أكل؟ عم نصوم بلا سحور. شو هالحكاية ده؟ أيوة. كنا بدنا ناخذ الامتحان معنا نتسحر. ما في هلا، روح تصبح على خير. يا نايم واحد الدايم، يا ست نظيرة قومي على الحوض. اصلي نومتي هذا هلا، هلا بقى ارجع نام، حيرجع يخبط طبيل. مرة أسعد. لك شو قصتكم انكم يومين بروح فهمان بيجينا أسعد؟ شو أشبه؟ أشبه؟ أشبه أشبه بدها تنضرب عقلبها وتنام، ما عم تخلوا حدا ينام، واحد بروح واحد بيجا. هل نحن السبب؟ لك مين السبب؟ لا 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 أبو سليم، نحن بدل ما تستكتر بخيرنا عم نفيقكم على السحور مشان تصوموا بسحور. تقوموا عم تسخروا حق، عم تحكوا علينا هاد؟ ولك كسر من امثالي. ها؟ بدنا نصوم بلا سحور، ما بدنا نسمع هالصوت المزعج. هذا صوت مزعج؟ ايوه. انا بو سليم افندى في السحور مزعج؟ ايه مزعج صوتي. لا ما تقول هاك، وابو سليم ها مبعود فيك على السحور. يا رب يا رب، شو عامل انا يا ابني؟ ما بدي تفيقني، روح على خلقة بقى. ما بيصير. صحيت صحيت خلص، هلا بروح. روح على خلقة بقى. ابو سليم خليك صاحي. معقول اللي عم بصير؟ كم مره بيجي المصحيت؟ شو بيعرفني هودي شو عم يعملوا؟ الله يساعدهم. قومي يا مرا، قومي قومي لنشوف بركي الله كيف كيف بهون علينا اذا فينا نعود نطفي. مين بده ينام؟ انا خلص قلقت، رح اقعد اسهر على التلفزيون شوي. ايه ساري انت اصطفلي. عمي شو جابوا هيدا هلا؟ فقتوا؟ صباح الخير. شو عم تعمل يا مشكاح؟ ما عم فيق محل جميل جميل مريض، وعم فيق محله انا. هيك لك ايه. وعي ابو سليم؟ ايه. ها ابو سليم؟ ليش نام ابو سليم؟
صباح الخير. وانت شو جابك كمان؟ كيف شو جابني؟ معموعي محل جميل انا. محل جميل؟ ايه. لخي بدنا نعرف مين اللي عم يصحي ويوعي الناس ويسحرهم محل جميل، انت ولا فهمان ولا اسعد؟ شو دخلهم هني؟ هني بدهم صوت حلو، السحور بده صوت حلو، انا صوتي حلو. شو هالحكي ده؟ ضلوا على نور النبي. هيك بتفيق؟ ما بتفيق مثلهم دش 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 هيك على الفاضي. ليكي عملي معروف عندك شربة مي؟ بدك تشرب؟ لا بدي تعبي لي هالترمس لأنه مشواري طويل، يعني كل ما مشيت بالريقة مشان صوتي ضل حلو. وما عم تاخذ سكر نبات؟ بلا، عم ضل سكر نبات على طول. ايه. أبو سليم وهالمصريات اللي هلا بكره بدهم يطلعوا لي. نعم. بدك تاخذهم إلك يعني انت؟ لا 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 لا, لا أنا ولا شيء، ولا بتعطي أسعد ولا فهمين ولا شيء. لك تعطيهم لجميل، حرام عنده عائلة. هلا أنت عم تساعد جميل هيك لوجه الله؟ لوجه الله أبدا. شكرا. الله يبعث لك ابن حلال يا رب. بدك شيء يا أبو سليم؟ يلا تصبح على خير. وعيد؟ يلا بعيد. طل عيد. وعيد وانضرب على قلبي، ما بس وعيد. يا جاي واحد الدايب، يا جاي واحد الدايب. إلا إلا أوب على زوركم، جاي رمضان يزوركم. إلا 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 لحدان وبس. مين هادك مين هلأ؟ شو أبو سليم؟ لك يا جميل شو قصتك؟ شوفي ولك شو عملنا بهالحي؟ شو عمل؟ في حدا بعد بهالحي ما عملته مسحر وقايم يسحر الناس؟ لك مين في غير اسعد؟ ولك اسعد وفهمان ومشكاح وهي انت وشوية تاني اللي حنزل انا روح سحر. يا 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 وشو العمل ابو سليم؟ العمل؟ لانه الناس حتضج بكره بيشكوا عليك للمغفر وبيوقفوك عن تفيق على السحور. معك حق والله، لازم اتصرف اليوم انا. لا 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 لازم واقف كل واحد عم تحده اليوم. لازم اليوم كل بد ان شاء الله. يا شكلي هالشغله يا نايم واحد الدايم. يا 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 نايم واحد الدايم. يعطيك العافيه يا مشكاح. اهلا اهلا حجلي اهلا. شو وين ابو سليم؟ وصل مشوار على المغفر هو زغلول، بدهم يتشكوا على جوزك اسعد. على جوزي اسعد؟ نعم. ليش شو عامل؟ لانه عم بيصحي الناس على السحور وبيزعجهم. ايه. اسعد عم يزعجهم، انت مش عم تزعجهم؟ لا يا حجلي انا صوتي حلو، ما مثل صوت زوجك. فيك تعطينا غراض؟ بدك اياهم نقدي ولا دين؟ انت بتعرف يا مشكاح انه نحن ما بندفع لاخر الشهر. لا لا انا ما بعطي دين، الي عليكم 140,000 صار لهم 3 اشهر ما دفعتوهم. ما برح لك شيء. طيب ما برح لي شيء، وانطر يا مشكاح. انا ما بعطيك دين. ها 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 اجى ابو سليم. حجلي ها كيفك؟ كيفك ابو سليم؟ اهلين اهلين. شو صار مع اسعد؟ طمنا. ما في شيء، بعثوا طلبوهن على المغفر، بدهم مشكاح واسعد وفهمان وجميل. انا شو دخلني؟ لا بدك تعمل على نفسك تعهد انه ما بقى تحمل طبله وتبرم بالليالي تفيق الناس بوقت وبغير وقت. حلو كتير. وكيف تصحى الناس على السحور؟ يا خيي جميل اتفقوا معه هو وحده بيصحي الناس على السحور. يعني مطوبل له اياها لجميل كل العمر؟ لك يا ابني هودي عائلته من 20-30 جد وهن بيشتغلوا هالشغله وبيفيقوا الناس على السحور، وصارت عرف واتفقوا الناس عليها وماشي حالها. حلو. ابو سليم الله يخليك، بدي اخذ كم غرض لو سمحت. إيه؟ تكرم عينك، شو بدي؟ بدك اياهم نقدي نقدي نقدي، ما في دين. ولك هلا انت شو بدك؟ نقدي ولا دين انت؟ طيب انا الي عليهم 140,000 صار لهم 3 اشهر ما عم يدفعوهم. لك يا خيي بيدفعوهم، طول بالك عليهم، هلا بهالحشره هاي جاي هلا الطالب بده هدي. شو اخذ؟ حنين الزيت. لحظه. وربطة معكرونة ورز وسكر. زين. معكرونة. يلا يعطيك العافية. رز سكر. ايوه. ايه. هلا بتسعرهم انت يا ابو سليم. نعم. يلا لشو؟ لوين؟ على المغفر، مناطرينك تعالوا عنك بدهم اياك مشان تمضي على التعهد. بلكي رح توقفوني يا ابو سليم. ما بيوقفوك، شو عامل انت؟ بس بتقول لهم انه انا تمضي على ورق انه انا ما بقى ضق الطبله ولا بقى فيق الناس على السحور. اه استغفر الله، هودي ايدناهم على لوحة الثلج، الله بيعوض. الله يعوض. يعطيك العافية. الله يعافيك. طمنينا. عشو. شو قال لك أبو سليم شاف على الأغراض اللي خدتيهم؟ لا، مش أبو سليم بيحكي؟ ما بيحكي. لا ما بيحكي. كبر الحساب عند أبو سليم. محتار من نام بدي سكر هالحساب وهالدان ما بنعود. لك نشف ريقي يا أسعد، أنا عم أقول لك. صرت شي مليون مرة قلت لك طلب من ولادك مش غلط، مجبورين فيك يا أسعد. كم مرة قلت لك ما تجيبي هالسيرة على تمك أبدا؟ أنا لو موت
ما بطلب منه. طيب معقولة؟ جاي العيد فستان ما عندي، سكربينة ما عندي، معقولة هالحكي؟ الله كريم يا مرو. ونعمة بالله. على كل إن أنا عبكرة نزل على محطة بنزين تجدين بعد ورويا. ايه. وقال لي نزيل شاف حولته وضعه. قلت له هاي السيارة شو بدي؟ عبي بنزين، مسح إزاز، شوف كان بدها مي ولا لا. إن شاء الله يا أسعد، وده له معاش. ما حكينا بالمعاش. ما حكيته بالمعاش؟ ايه شو بدنا نعمل؟ يلا. إن شاء الله يا أسعد، إن شاء الله بجاه هالأيام الفضيلة يفتحها بوجهك يا رب. على الله. ما احليكم كلكم سوا؟ كل عام وانت بخير يا ابو سليم. وانتم بخير. شو هلا الوداع ما بقى؟ أيوة. يعني كل كم يوم بقى ونخلص؟ ان شاء الله. ينعاد عليكم. يا ربي صلي على اللي تسمى قبل ما تصور، هو محمد واسمه في السماء نوار، كشفت حليمه على وجه النبي نوار، يا محمد سبحان الذي صور. ينعاد عليك. وعليكم. بحبح بحبح يا ابو سليم بحبح. الله يبحبح معك. قد ايه دفع؟ 10. الله يعوض عليك. شو عطلة؟ روق شوي، هيدي عمي، وعشرة عن نصيرة وعشرة عن سعدية. الله يعود عليك. يلا الله معكم. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير. انعاد عليكم. ليه منا شيء؟ لا لا مني زعلان، بس سبحان الله هالسنة هيدي الله مألهمني هيك، يعني بعرف لعمل الخير. أيوة. ما بعرف السنة. سبحانك يا رب. سبحانك. الله معك يا سيد تكلي. الله معكم. شكرا يا فنديان. لشوف عاد عليكم. خير؟ شو في؟ رحنا لعندك مرت لحتى نودعك، ما لقيناك. الحقيقة ما كنت بالبيت. وين كنت؟ كنت سهران. بس يا تكلي يعني الشباب اتكسرت اجريهم انه عم يضلوا عليك. على كل خير. شو في؟ ينعود عليك. هذا العيدية. العيدية شعور يعني. كل عام وانتم بخير. اهلا كلكم. هلا شركة؟ ايه شركة. ايه بس في اتفاق. كيف يعني؟ يعني المبلغ اللي طلعناه نصه لزميل والنص الثاني لنا كلنا. الله يبارك فيكم. قديش صرتوا لمين لهلا؟ صاروا لحد هلا 750,000. 700؟ ما بضلوا تكلي. مد ايدك وناولنا هيك لك. شو بدك بالتاك؟ شو عم يعمل هلا؟ اسكت يا ابني اسكت. لك بلا هاتك لي. جميل. اسمع فهمين. لا لا يا لطيف. لا 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 لا. كل عام وانتم بخير. وانت بخير. شو؟ مش معقول. شو؟ قدام 750,000. شوف لي عليها حراره شيء. تكلي عم تدفع قد المليون 750,000 ليره. روح يا شكري. رمضان كريم. صحيح. روح يا شكري. الله يوفقك شكري. في قول بيطبق عليك وعلى هالمجموعة. قال المثل بيقول. شو بيقول؟ بيقول القوم اللي تعاونوا ما انضاموا أبدا. بترككم تتابعوا مشاهدينا هالحلقة الجديدة من حكم وأمثال. يسعد لي هالمسا وأهلا وسهلا فيكم إلى برنامجنا وبرنامجكم حكم وأمثال، واليوم حلقتنا رقم 24.
والحكمة بتقول اليوم رح يقلنا إياها شكرا. إيه قولها يا شكرا. الحكمة بتقول إن الطيور على أشكالها تكعو. تكعو. إيه والنكتة رح يقلنا إياها أصعب. في وحدة ست قلت لأبني اللي نزل بسيارته على بيروت. إيه. يا ابن وارو إيه؟ قال نزل على بيروت. إيه؟ قلت بحياة خدني معك وصلنا. قال ما فيني يا ماما. قلت لاش. قال رايحين معي بوجيات. قلت يا بسيطة حشني بيناتو. سمعنا يا مشكاح. إيه نعم. ما عجبت النكتة يا نعم. أي شيء في العيد أهدي إليك يا ملاكي. يا جميل أنت يا جميل. وكل شيء لديك أسوارا أم دملجا من نضار. لا أحب القيود فيما صميت. طالع من بيتابوت رايح البيت الجيران. طالع من بيتابوت رايح البيت الجيران. هات ما سلم شهري. يا عمي وين بدك تخليه؟ ليش ما خلفت ببيتي؟ لو بدها تخلف ببيتها يا اسعد لا حملها جوزها وحملها اغراضها وجيبها لعنا. يا عمي هي لازم تتخلف بالمستشفى. ايه ولازم يكون معك 3 ملايين ليره. 3 ملايين؟ وشو بيقول زوجها؟ بيقول ما معي مصاري. حلو يضرب على قلبها وما معه مصاري ليش لا يتزوج بنات الناس؟ لا يظلم بنات الناس. اه اوليك قداش بتكلف اذا خلفت بالبيت؟ قداش بتكلف اذا خلفت بالبيت؟ إيه؟ يعني بدك تقول حق اللي من اجار الداية. إيه؟ وحق الادوية المقويات اللي بدها تعطيها اياهم. الله يقيمها بخير وعافية يا رب. وين هي هلي؟ جوا باوضتها. الله يعيننا يا عمي والله بتوجع القلب. على شو؟ على شو؟ معقولة هالرجال اللي عندها لا دق هالباب ولا قال كيفك يا مرا وشو معاوزي يا مرا؟ معقولة هالحكي يا اسعد؟ يعني اوضة بالاوضة زعلانة؟ ايه طبعا زعلانة. المثل اللي قالوا قولوه انه هم البنات للممات ما كانوا غلطانين ابدا. مرحبا يا ليل. كيفك؟ حشيل وشك. ها شو هذا؟ والله من صبحة هاك مش بتطيروا له عقله للواحد ما تفشتنا؟ هاك مدحة حبيبي يابا بتعرف تعمل؟ بغضك مشو افحط هاك سبك ما بتفحت عامل بلاش من شو هالحكي هذا؟ مفضوع ولا بالمحل؟ لك شو بدي يا فهمان شي بيسمي البدين؟ لا بيع مثل الناس ولا شروة مثل الناس. العطا عم نبيع عطيق وعم نبيع جديد وعم نبيع شمينة وشوي حنفتح خضرة وشوي حنعمل حلاء وما عم نطلع الرسم تسوي. لو هيدي الطليقة ما بتسوى. كيف ما بتسوى؟ كيف بدها تعرف الناس انه المحل هذا بدنا نبيعه؟ لك يا ابو سليم بس تشوفوا سي معلوط بيصيروا يدفعوا نص حقه. كل شي معلوط الخير. اي والله مزبوط. لكن يعني بيقولوا هذا بده يخلص. بده يخلص. يلا كيف ما كان ودفع له. انا لا شغله هيدي بتصير لي اياها القلمه هاي. ايوه وانا حروح على القهوه. ايوه ودول من قهوه لقهوه وقول لهم ابو سليم
لقيته طفله كبيره. ايه ايوه. وبده يبيع المحل. ايه. ويهنيله يلي بياخذ المحل. ايه. الحاضر ببلغ الغايه بيطلع منيح المحل. يا سلام. وبيروح العاطق بذي المستاق. ايه ايه. ولو ما طفله كبيره ما كان رضي عم يطلع عنطال منه. هلا بدك بوصي على هالخبريه. ها وهي حنشيلها. ها شيلها. شلناها. ها مع انه كنت قصدك بتغلي يعني الحياه. شوفي يعني كان اللي ضمني هيك في 15 قلبين ألف نتيجه الأملنا فيهم. ما سمعت شو؟ يعني في 10,000 15,000. يا من العان يا فهمين كان ما بينعز عنك لا بيع ولا شروع ما استفتحني انت اليوم. محلوله محلوله يا اوطاني محلوله. ناخذنا لنا غلطين ومنبيعهم ونطلب بحقهم. حطهم من ايدك حطهم. حطهم من ايدك حطهم. ولا الله يساعدك. لك 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 كيف نتعب يخرب ديارك يا فهمين. ولا شبك انت الثاني كمان بيروح العاشة وبيشيل مشتعل ويعلى شباب. يا أمة الله على هالنهار مصيبة مصيبة أبو سليم مصيبة. لك شو هي المصيبة؟ صار العزيز المنظوم أفندة. شو بصهره؟ حمل مرته وجابليها على البيت قل عند أمه تتخلفها أمه. طبعاً كل بنت إذا بتخلف عند أمه أريح لي وبتبقى مرتاحة أكتر. أمه حدة وبي حدة. لك بتخلف لوحدة ببيته؟ نحن ما قلنا لا. تجي تشوف أمه شو علا؟ بس هاي لازم تخلف بالمستشفى. ماشي وين بتتخلف؟ عندي بالبيت. ليش بعد في ناس بيخلفوا بالبيوت كله عم ياخذون على المستشفى. شفت؟ بس منا بدنا نجيب مصاري على المستشفى. ليش جوزة شو قاعد يعمل؟ ما بيدفع على ماما ولا فرانك. شو ماما؟ شو بدي اعمل؟ ماما ماما ماما. وانت يا الله يساعدك معي. شو بعمل؟ لا جاي لعندك انا. انا مخجول منك. لا. مستحي منك ابو سليم. لا ما تستحي. شو بدك يا اصعب طلب ولو ولو ما انا مخجول ما فيي. لا ما تنخجل. شو معك اعطينا؟ شو معك اعطينا؟ شوف يا اصعب انا بعرف الخلفه بتكلف. وانا معي مليون ليره شايلهم على جنب لوقت الحزه. معك مليون وساكت؟ وين النا ابو سليم؟ منهم معي هون بالبيت تعالوا جيب لك اياهم واجا. لا خليهم طالما معك خليهم. انا رايح وبرجع باخذهم. لا 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 هلا بركي صار شيء على غفله يكونوا معك. انتظرني هون وانا جايه. ما تبيع شيء من المحل. لا 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 ما بيع حدا وما بكحشهم. البيع شو هذا؟ نظيرة نظيرة. خير يا ابو سليم شوفي. يعني الحقيقة شغلة صارت هلا فجأة. فوتي لجوا على الخزينة تحت الشرشف اللي محطوط بدرفتي. ايه. بجيب المليون ليرة وبتجا. وليش بدك اني هلا؟ ما انا بدي اياهم. ما اسعد عايزهم بتعرفي. وعنده مشكلة هيك بنته جاي لعنده بدها تولد وبده ياخذها على المستشفى عايز مصريات. يعني الحقيقة أني بدي قلك إنه أختك إنو سعدية بدها تشتري سكربينة وفستان وجزدين وعطيتها 500,000. تعطيها 500,000؟ وليش ما قلتي لي قبل ما تعطيها؟ كيف بتعطيها بدون ما تقلي لها؟ ما أنا كان بدي قلك. ها بدك تقلي لها؟ طيب روح جيبي لنا 500 الباقيين لنشوف. والباقيين أنا اشتريت فيهم تيار وسكربينة. كل عام انت بخير يعني ابو سليم. انت بتعرف جاي العيد وما عندي شيء البوس. شو بدي اقول له لهالرجال هلا؟ يا سواد وشي منك يا اسعار. خي ابو سليم هون بدي افرجيك شو جبت. لا بدي اشوف ولا بدي انضرب على قلبي يقطعكم ويقطع ساعتكم. شو بدكم؟